السلام عليكم المشاهدات المشاهدين. ها النهار غندير معكم مكرونيز، وتبعوني حتى الاخر. دابا راني درت هنايا نص كيلو نسكر في الماء، نعطيو جهد للبوطه باش ما تلصقناش. حركوها شويه حتى تبغى تبقى تغلى عاد ونقصوا لها البوطه. غادي نزيدو عليها شويه الملح، دابا غادي نديرو عليها الغطايه ونقص لها البوطه حتى طيب. هي دابا غنديروها في الشبكه ديالنا في الطرف، هي دابا غنحكوها هاد الخيزو ديالنا هذا الزروديه، نحكوها في هذه الرقيقه ماشي اللي غليظه. غنديرو فيها خيزوية وحدة صغيرة ماشي كبيرة، نص. هيا درنا المقلة ديالنا على البوطة، غادي نديرو شوية الزيت باش نشحرو داك الزرودية. ها هي غادي نزيدو شوية عليها الملحة، طايح شحر مزيان، شوفوا طايح طايح. خلينا نحبسوا عليه البوطه، يا دابا خيزو ديالنا تشحر. غادي نزيدو عليها لاصوص الطوماطيش، دابا غادي نزيدو عليه لاصوص الطوماطيش، نزيدو عليها
دابا غنخلطوكو شي هاد المقادير ديال معاه حتى يدخل معاه. دابا تخليها فوق النار شويه كيدخل مع هذاك المقادير كامل. غادي نزيدو عليها شويه الزعتر غادي نزيد عليه الحكاك الاتون واحد الحك النيوره الحاره اللي كتعجبو اللي ما تعجبنيش ما يديرهاش. ضروري تخليوها فوق البوطه شويه تدخل فيها معها المقادير مع داك المكرونه ديالنا. كتعجب للدراري تخرج زوينه. واحد جوج دقائق وصافي طفو عليها على البوطه. دابا غنجيب الاناء ديالنا نديرو فيها المكرونه ديالنا. يا دابا غنديروا هاد الكريمه ديال الكوزينه غنتبعوها هكا نديروها لها كامله. وغنهز كيسو غنبقى نديروا عليها اللي يعجب له كيسو يديرو اللي ما يعجبلوش ما يديروش. حتى كريمه الكوزينه اللي عجبتها له يديروها اللي ما عجبلوش ما يديرش داك الكريمه. غنديرو نديرو جوج ثلاثة د الطبقات ولا أربعة اللي بغيتو. دابا تبعوها هكا حتى تكملوها. دابا هذه هي الاخره هي. دابا غندخلوها للفران غير واحد 10 دقائق وشعلوا لها الفوق ما غتشوف تحمرت صافي عيدوها. هي دابا خرجناها من الفران شوف كي جات محمره الفوق. دابا نقطع معكم واحد الطرف تشوفوا كي جا.
كيجي كتعجب للدراري. الى عجبكم اعطيوني اللايك وكتبوني في التعاليق، وبالسلامة عليكم.